ما بعرف شو اللي صار وما بعرف امتى صار. مرت ايام ما كنتش قادره افارق ولو حتى دقيقه. هلا تغيرت او يمكن هو اللي تغير. انا بعتبر حالي محظوظ، حياتي كانت بدون معنى، شغل وشرب واهاوي. الانسان ما بيكمل بدون شريكه حياته، وانا لقيت شريكتي، لكن مش عارف ليش هي تغيرت. صرت احس اني ممثله كومبارس بفيلم هو بس بطله. حتى اصحابي صاروا يتهموني اني بطنشهم. بصراحه الواحد صار بحس انه عنده اكتفاء ذاتي. ما في احلى من القعده في البيت وهي معي. انا عم بنخنق، بدي اطلع، بدي اروح، بدي اجي، بدي اشوف وجه ربي. انا مش رجل تقليدي، وانا كمان مش رجل عصري زي طاعون الافلام. انا وهي قبلت فيي بدون ما تحاول تغيرني، ولا انا بدي اغيرها. احنا اثنين مبسوطين ببعض. ما في اشطر منه بالكلام الحلو، يا عيوني يا قلبي يا حياتي. والله عمرها ما طلبت طلب ما وفيت لها اياه. ولما تقول اي قلبي بيهبط، ولما تضحك بشوف الدنيا كلها بضحكتها. انا بحبه كتير، بس مش حاسة اني سعيدة. يمكن مع الوقت كل شي بتحسن، يمكن. كل شي فيها بجنن، وكل شي بتعمله حلو. أوقات طبيخها ما حد بياكله على الطاولة إلا أنا، ومش لأني بجاملها، أنا عن صحيح بحب كل شي من إيديها. بس لو تفهمني شو اللي بدايقها، والله لأفرش لها الأرض ورد. ريحة رجلي حتقتلني. بخاف نفسيتي تأثر على الأولاد إذا صار نصيب والله رزقنا. يمكن لما الله يرزقنا بأولاد تتغير كل أولوياتنا، وننشغل فيهم بدل ما قاعدين ننبش على مشاكل وسمة بدن. أكيد الغلط مني. هو مش شايف مشكلة، وبداية من بقول لي بحبك وبحبك. هو الحق على أبوها اللي خلاها تدرس فلسفة وعلم نفس. أنا بآمن إنه كل إشي إله حل إذا الاثنين بحبوا بعض. حبيبتي شفت المفاتيح؟ يا لطيفة، هاي البنت ما بتخلي إشي محله. بجيبتك حبيبي.